يوضع سر وفأصغر خلقه واحد فجأة بقاله قريب أرفه فعشته دايما خانقه عيل وجن من شياطين كل يومين في مصيبة بسببه مش عارف بطلع له منين اليونيفورم بقى بتاع المدرسة كنت بتعمل فيه ايه؟ بتلبس ايه؟ احكي. لا بصراحة كنت شيك. يعني كان بيتقال عليا جن المدرسة. طول عمرك. ربنا يخليك. يعني كان الشميز المكوي، التاي، البنطلون والشوز المتلمعة، كده يعني. طب تصدقي بالله؟ دي كانت أحلى لحظة في حياتي، بقول لك في حياتي، هي نص ساعة بتاعت الصبح وأنا كده بتحضر وبلبس ونازل أستنى الباص. وأنت بقى يا باشمهندس؟ كان ايه اليونيفورم بتاعك؟ كنت بتلبس ايه؟ يعني ايه الفورمة ولا ما؟ زي مدرسي. الكلمة دي دايما سبحان الله بسمعها بس عمري ما فكرت اركز فيها، وبعدين ايه الباص والنص ساعة بتاعت الصبح اللي انت بتقول عليها؟ طب انا كانت اسوأ لحظة في حياتي هي النص ساعة بتاعت الصبح، كنت افتح عيني الاقي ابو وردة نازل على وشي، وانا مغمض بقى اسمع صوت من بعيد قوي يقعد يقول هو فين الحيوان اللي لسه ما صحيش؟ زي مدرسي. طب انا كنت بصحى اروح ضارب البنطلون الترنج على الفانيله اللي كنت نايم بيها وابتدي افوق في نص الحصه الثالثه. انت عظيم على فكره، انت عبقري. كنت بتقعد فين في الكلاس يا عمور؟ وده سؤال برضو. فيرست رو، يعني الصف الاول. طب تصدقي بالله انا احكي لك على حاجه فاكرها لسه كانها امبارح. كان اول يوم في تاني سمستر 1988. دخلت الفصل متاخر لقيت الفيرست رو كامل، ما اتصدمت فقعدت اعيط وطلبت من الميس انها تقعدني مكان واحد فيهم. ما وافقتش. عين امك اخويا، كنت بتعيط عشان اقعدوك قدام. وانت بقى تحفنا وقول لنا كنت بتقعد فين في كلاس حضرتك الفصل؟ يعني انا كنت بقعد حضرتك على الشباك. ما تستغربيش، كنت بقعد على الشباك، كنت بدخل الفصل ادور على الشباك فين عشان اعرف كنت امتى. وبعدين يعني مره عيطت يعني وربنا ستر لما دخلت الفصل ما لقيتش الشباك. كلاس من غير شباك؟ هو كلاس ولا معتقل؟ فهم كملين ايه اللي حصل؟ حفرت يا سيدي سرداب بيسرب على الحوش، عارف الحوش؟ مش مهم تعرفه. المهم يا فريده، طب ما تتحفينا انت بذكرياتك القديمه بقى بدل ما انت قاعده تكتبي من الصبح كده. يا ابني انا في المدرسه كنت برنسس، اصلا كنت زي القمر بجد، بجد كنت احلى من كده بكتير، مش عارفه ايه اللي حصل يعني، مش مشكله. كنت دايما بعمل قطتين وكان شكلي كيوت موت فعلا بجد. وكانت كل الناس بتحبني في المدرسه، كل المدرسين كانوا بيحبوني اقعد قدامهم عشان يتكلموا معايا وكده بجد. انت تخيل انا في البريك المديره بتاعتي كانت بتخرج من المكتب بتاعها عشان انت مش مصدقني ولا ايه؟ كانت بتخرج عشان تتكلم معايا. مش دي فريده؟ لا مش ممكن تصدقي. هي فعلا. طب تعالي عشان خاطر نقعد في اي كافيه تاني لحد ما تبقى تمشي. وطبعا عشان انا كنت شخصيه مشهوره ومحبوبه وكده فكان في بنات كتير بتغير وبتنفس، طبيعي يعني انت فاهمه. طبعا طبعا اكيد شيء وارد طبعا. واتمنى لو انساك. ايه
احمد ومنى وانسى روحي وياك. ملك يا رشاد، هو انت ليه مش بتغني معايا؟ ليه مش بترد علي؟ الله، في ايه؟ رشاد رد علي، مالك؟ انت عامل كده ليه؟ هما فصلوا؟ في ايه في الجواب ده؟ حد مات صح؟ خمستاشر يوم قلنا ما يجراش، بقت شهر قلنا معلش، الراجل في غربة مزنوق ما معهوش فلوس. ما هو بعت فلوس اهو يا فادو عشان ندخل له ابنه مدرسة. طيب ايه المشكلة بقى؟ المشكلة يا رشاد ان سنة هتجر سنة وسنة تجر سنة لغاية ما فجأة هتلاقيه بيقول لك رشاد عشان خاطري شوف عروسة للولد. ربنا يقدرنا عليهم هم التلاتة. أنا ضغطي عالي جدا خلقة. ألف سلامة عليك يا حبيبتي. بتعمل إيه يا رشاد؟ أنت سايبني ورايح فين؟ أنا رايح أجيب الفلوس من البنك. طب أنا من رأيي إن أنت اللي تبعت تقول له ياخد كام وياخد ابنه تاني. هو مش عايز فلوس، لو كان عايز فلوس كان قال، ده هو اللي بعت فلوس. بص يا رشاد، يا أنا يا الواد ده في البيت، يا اما والله هترجع في مره تلاقيني مسرباه. انا ما صدقت ان فرح وشريف كبروا. مش فاهمك حاجه والله، يعني ساعات الاقيك انت هو زي السمنه على العسل وساعات تقلبي عليه. ثانيه واحده. بص يا رشاد، في فرق كبير قوي بين ان طفل هيقعد معاك اسبوع 10 ايام بالكتير وطفل هيقضي معاك الباقي من عمرك بالإكراه. لا هو مش هيقعد على طول، هو قال انه مش عايز السنة تضيع عليه، دخلوه مدرسة خاصة. وكمان خاصة فيها ايه؟ ما هو باعت لي حوالي على البنك. مشكلتك يا رشاد انك فاكر ان شريف ده طفل عادي. بص هقولك على حاجة، انا ماليش علاقة بالموضوع ده خالص. انا نازل اجيب الفلوس من البنك واشوف بالمرة اسعار الكشاكيل والكراريس بقت عاملة ازاي. غليت عن زمان، كان الكشكول بقرشين والكراسة بتلات تعريفة. صح رشاد، انت مطلع البدلة دي ليه؟ عشان البسها مالح اروح بال هو راح فين المخلوق الانوي اللي عايش هنا ده؟ كنش نايم؟ اله يا رب يكون مات. هو بينام فعلا على السقف زي ما قال لي ولا ايه؟ ها صحي ولا لسه؟ معرفش. انت ايه اللي جابك هنا؟ انا جاي اوضتي. انت والله ايه اللي بتعملي هنا؟ انا جيت اطمن، قلت اشوفك عدلت لوحتي ولا لسه. لا لسه. فطرتي؟ فطرت طبعا. هو في حد بيفطر دلوقتي؟ انا كنت في الكليه كان عندي محاضره كده بس اتلغت، قلت اجي بقى اخلص مشاريعي في جو مختلف. يعني مش عايزه تاكلي خالص؟ انا جاوبت على السؤال ده قبل كده. انت موضوع الفطار خالص؟ ان شاء الله هنا هتلاقي الجو المناسب اللي بتدوري عليه لما نشوف. ويا ترى بقى انت فهمت لوحاتي ولا انت حطيتهم عندك زينه كده وخلاص؟ اكيد طبعا، انا معجب جدا بكل لوحاتك. تحس فيهم حس فن عالي. والله انت من القلائل اللي فهموا لوحاتي، وخصوصا لوحه قمع السلطه. قمع السلطه اسمها قمع السلطه. خش يا اخي كل ولا نام ولا اعمل اي حاجه وريحني. وحدي 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 قاعده في البيت. مالك يا طنط فضل؟ مش طايقه نفسي، مخنوقه يا اخي. مالك؟ في ايه؟ مش عارفة، في حاجة هنا خانقاني خانقاني. على فكرة أنا وأنا صغير ملحقتش أشوف ماما، وماما سافرت وسابتني، وبابا هو اللي رباني وفضل في وشي طول الوقت. أنا أول ما جيت هنا حبيت شريف وفرح، وعم رشاد كان زي بابايا، إنما أنت يا طنط فدوى مامتي مش زي مامتي.
ممكن نطلب منك طلب؟ ممكن بدل ما اقولك يا طنط فدوى اقولك يا ماما؟ تعالى في حضن ماما. سبحان مغير الاحوال، يعني انا اروح اغير هدومي ارجع الاقي الله، ايه اللي بيحصل؟ رشاد عملت ايه في مدرسة شريف؟ مش نافع الحكاية خالص، كل المدارس بتشترط انترفيو مع الاب والام. طب وايه المشكلة يعني؟ يعني تفتكري انا وانتي ننفع اب وام؟ ليه؟ مالي وحشة ولا ما شبهش؟ لا انتي حلوة وتشبهي، بس انا بتكلم ننفع اب وام. ده الواد لذيذ جدا وجوتوه. يتحب الواد، عظيم لذيذ كده وكميل صغير. طب ما تاخديه عيش معاك انت احسن. لا يعني انا قصدي انه ولا لسيس ولا جوتو ولا شيء. يا شوكت انا مش عارف اعيش معايا. يا جدعان ده بينام في اوضتي يا جدعان، ده هاري حاجتي وهدومي ومشاكلي. ما انتوا ما بتشوفوش غير الوش بتاع الكافيه بقى، ويختي كميلة يا شريف وشعرك جميل، ودلوقتي تلعبوا له في شعره وتهشتكوه. في وش تاني بيطلع عليا بالليل. طب معلش قولي دلوقتي انتوا عملتوا ايه في موضوع المدرسه؟ هو دي بقى مشكله تانية، مفيش ولا مدرسه لا خاصه ولا حكومه عايز تقبله عشان الدراسه بدات. انا حل دي ازاي؟ انا ممكن اجيب المدرسه اللي بشتغل فيها، ذا مالتي تالنتد بيبي سكول. ذا مالتي تالنتد بيبي سكول. بس برضو في مشكلة. ايه تاني؟ اصل احنا المدرسة عندنا نمكيين شوية، يعني لازم يعملوا مقابلات كده مع الاب والام، يعرفوا هم متعلمين لحد فين، اللغة، مستوى الثقافة، بيعاملوا الطفل ازاي، من وقت للتاني بيعملوا معهم مقابلات كل فترة، يعني من الاخر الاهلي بيتربوا من اول وجديد. ما هي لازم يبقى في مشكلة دايما. وتفتكروا طيب يعني حتى لو مفيش مشكلة، تفتكروا يعني بابا وماما ينفع يكونوا اب وام لشريف؟ ده انا خلفت. ايوه صح، برافو عليك. في الحقيقه انا حبيت اخدكم في جوله داخل المدرسه عشان تتاكد ان ابنك هيكون هنا في امان، وطبعا زي ما شفتوا المدرسين والاطفال هنا مستواهم راقي جدا، ولا ايه يا مدام جوليا؟ طبعا يا حضرتك ما كنتش معانا ولا ايه؟ لا ازاي فهمتم، دي معانا طبعا. ايه يا جوليا، عماد جوليا انت نسيتي ولا ايه؟ صحيح يعني المدام بتاعتي اجنبيه، فالعربي بتاعها بيبقى مكسر شويه، يعني ما بتفهمش عربي بسرعه يعني. طبعا انا مبسوط قوي كتير ان شيرو طبعاً يكون هنا. شفتي بقى؟ ورايك ايه بقى يا استاذ عماد؟ لا انا يعني مبسوط جدا. شفت انا عماد ازاي مبسوط جدا جدا يا فندم، من ان يعني شريف ابننا هيكون في مدرسه عظيمه وجميله بالشكل اللي هي احنا شايفينه ده. هو اليوم الدراسي بيخلص الساعه كام يا فندم؟ في الحقيقه بيخلص الساعه 3. أيوة. والجمعه والسبت اجازه. ليه يا فندم؟ ايه ليه دي؟ هو يقصد حضرتك متاخر ليه؟ لان شريف هيوحشهم جدا. انت عارف حضرتك ابنهم الوحيد. عارف، رنا قالت لي على كل حاجه. قالت لك على كل حاجه؟ يا رنا فاتنت علينا ولا ايه؟ انا طبعا ما بحبش اقابل اسره صغيره جديده في مكتبي، عشان كده قلت نتقابل هنا بعيد عن الرسميات، وعلشان في حاجات مهمه احب ان انا اقعد معاكم ونتكلم فيها. تتفضلي. المدرسه هنا ما فيهاش انفصال بين الطفل والأب والأم زي أي مدرسة تانية. ربنا ما يجيبش انفصال خالص أبدا. وعشان ابنكو شريف في سن مهم قوي ومحتاج لرعاية بشكل منتظم وقوي، كمان المدرسة لازم تساعدكم، انتوا مش هتقدروا تعملوا ده لوحديكم، والمدرسة هنا هتعملوا بشكل مركز جدا عشان خاطر بس رنا المدرسة المحبوبة في المدرسة. هو لازم رنا تكون محبوبة. أنا بقى عايز أعرف كل حاجة عن ابنكو شريف، يعني بتتعاملوا معاه ازاي، بينام فين، عايز أعرف كل تفاصيل حياته علشان تساعدوني تقوم المدرسة كمان تساعدكم، وده كله إن شاء الله هيبقى في مصلحة ابنكم. أنا برضو لسه مش فاهم حاجة، ايه مطلوب من احنا؟ انتوا عارفين ان في جدول لدراسة لابنكو شريف، وطبعا هيبقى في جدول وميتنج مع الاخصائية الاجتماعية ميس جورجيت في المدرسة هنا، وده مش هيكون كتير، يعني هيكون 4 ايام في الاسبوع. يا سلام يا سلام، الله، يعني مش بس هنقابل ميس جورجيت، لا ده كمان 4 ايام في الاسبوع. طب ويا ترى يعني احنا هندرس ازاي نعامل شريف كمان؟
لا هتدرس ازاي تربي شريف؟ ما هو تربي يا فندم وخلاص بقى. ده طبعا بعد ما تعدوا بقى شويه الاختبارات البسيطه اللي انا هعملها لكم جوه المدرسه هنا. وزي ما انتوا اخترتوا المدرسه لازم المدرسه تختاركم. يا ترى ايه هي اختبارات دي؟ اختبارات نفسيه وعصبيه وبدنيه وصحيه، واظن كمان هيبقى في معلومات عامه، ده غير اختبارات اللغه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ده شريف كده هيروح معانا بقى. يعني انا مش فاهم بصراحه، هو انا اللي هنتعلم هنا في مدرسه ولا هو؟ مش رنا هي اللي ورطتنا الورطه دي؟ يبقى لازم رنا اللي طلعنا منها طبعا. اجنبيه. اللي عايزه اقوله لكم ان كل الاختبارات دي مش هتاخد اكتر من يومين، عشان شريف ابنكم ما يتعطلش عن صحابه في الفصل. تحبوا نبتدي امتى بقى ان شاء الله؟ لا اي وقت، احنا بس هنلف لفه صغيره كده في المدرسه، نتفحص المدرسه ونيجي نساعدك على طول. ماشي، سلام عليكم. طبعا احنا كده بقى خلصنا كل الاختبارات اللي علينا الحمد لله، وشوفنا المدرسه عيناها، وموافقين طبعا ان ابننا يعني يكون عندكم هنا الحمد لله. لا 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 لا، ما فيش قعاد. في اختبارات تحريريه. الورق. اتفضلوا هنا. هو يوم اسود انا عارف. ناقصه بتضحكي. متشكر ستر. هو حضرتك ده اخر امتحان ولا لسه في امتحانات تانيه هنعملها ولا ايه بقى؟ اتفضل جاوب يا استاذ من غير كلام. بس الاسئله كتير جدا، يعني اسئله ما يعني مفيش حد يعمل كده. وبعدين معاك يا استاذ، اتفضل جاوب. كان لازم تبلغوا اولياء الامور بالحاجات دي، ما ينفعش تفاجئوهم كده، يعني مش معقول. انا مش هرد عليك، اتفضل جاوب. عيب يا استاذ عماد، عيب قوي اللي بتعمله ده. لما انت تغش امال ابنك هيعمل ايه؟ انا اسف، اصل هي سعادتك يعني كانت يعني وحشاني، فانا اول ما جيت قعدت في الاوضه دي حسيت انها وحشاني، فقلت اعيش الوحشه. طب اتفضل يا استاذ جاوب، قدامك 5 دقايق وهلم الورق. حاضر. انا خلصت. استني حفيظ. لسه بدأنا، لازم اهدي يا ماما. شريف قصدي بابا شريف عماد، انا هستناك تحت. حبيبتي مش هينفع اللي احنا بنعمله، ما لازم انا ما اعرفش حاجه. يا سكتي ليه؟ بعتيني كده في لحظه. ايه اتفضلي. لا طب ما احس كده بقى، يبقى انا كمان خلصت، يعني بما انك انت خلصتي انا ايه اللي هيقعدني؟ اكيد انا كمان خلصت، لان انا اساسا يعني مش عارف المفروض. اتفضلي يا فندم، متشكرين جدا. وبعدين سعادتك القلم لو في اي خدمات ثانيه احنا تحت امر سعادتك يعني. وبعد لما سيب الشاطر شريف شرم الشيخ كانت بلد تجيبه وبلد توديه، لحد لما وقع في ايد القرصان رشاد والكبيرة بتاعتهم فدوى، وكانوا خاطفين 2 كمان، واحد اسمه شريف وواحدة اسمها فرح. وبعدين كان ولا بياكل ولا يشرب، وكان قاعد في اوضة ضلمة. اوضة ضلمة؟ امال ايه؟ ولسه حياتي ارسم طبيعة صامتة. ربنا يخليك يا ناسا فرح، اديكي شايفة اللي انا على طبيعتي خالص وصامت على قد ما اقدر. ان شاء الله ده مش هيبقى اخر تعاون ما بيني وبينك، اصل انا الفترة الجاية كده عندي اتجاه تجريدي في لوحاتي، فاكيد هحتاجك معايا كتير. تجريدي؟
ده فيما يخص الهدوم يعني ولا ايه؟ اسكت يا استاذ يوسف، خليني اعرف اشتغل لو سمحت. فاضل كتير، فاضل شويه صغيره جدا وهتتفرج على الابداع. ممكن اعرف السعاده اللي انت فيها دي سببها ايه؟ مش عارفه. وانت ايه، اتجننتي ولا ايه اللي حصل؟ مبسوطه قوي، مبسوطه، حاسه ان انا رجعت طفله تاني وفي المدرسه بتاعتي، وحاسه ان انا القميص والمريله اللي انا لابساهم متوسخين. التخيلات القذره دي. ومبسوطه قوي كده، وخايفه، خايفه لو ماما تضربني، عشان كده لازم اروح بسرعه. يلا باي. ثانيه، انت اتجننتي ولا ايه؟ وتقعدي اهدي، ما انا ناقصينك. انا بقى حاسس ان انا يعني اب الولد مش ممكن يتقال عليه طفل في الحياه، يعني لا يمكن يعني. حرام عليك، وانت مش عارفه حاجه اصلك، مش عارفه حاجه، انا اللي عايش معاه ليل نهار. طب تفتكري يعني اللي احنا يعني داخلين عليه كده ممكن نعدي الاختبارات النفسيه والعصبيه اللي داخلين عليها دي؟ طبعا لا يا حبيبي. طب الحمد لله، انا اطمنت كده الحمد لله. والله يا أستاذ محسن، أنا شايفة إن هم أب وأم مش مثاليين، بس أهم حاجة عندي ابنهم شريف. لا حضرتك ما تقلقيش عليه، ما هي رانا قالت لي ما تقلقش عليه ولا منه، وأكيد الولد أعقل منهم شوية. هم خلصوا المرجحة ولا لسه؟ خلصوها يا بدر من فضلك، بس هم فوق الرسم حضرتك بيرسموا دلوقتي. آه، أصل الأطفال اشتكت، ما هو من حقهم إنهم يلعبوا بقى شوية. طبيعي يا فندم، لازم. فاضل كتير يا اخي، بقى قربت اخلص. ايه الزن ده؟ يعني فاضل قد ايه؟ بقالك 13 ساعه بتزن، ده حاجه غريبه جدا. خلاص قربت اخلص. مش قادر. ما تنشف بقى يا اخي. خلاص، امال لو كنت قعدتك اليوم كله يا اخي، مفيش حد فاهمني ولا حد قادر يستحملني خالص. ها خلاص. كان يوم اسود، يوم مودتك المدرسه، ارحمني. بكره استنوا حكايه جديده وشوفوا قرينه هيعمل ايه، نفسه يقول له فرصه سعيده ويخلص منه دعيت عليه، طلع عينه الله يعينه، شاوتت.